السعودي الخاص باستقطاع نسبة 25% من واردات النفط وتوزيعها على المواطنين بحسب ما أقره مجلس النواب، إلا أن وزارة التخطيط استبقت صدور هذا الأمر وبدأت بوضع آليات توزيع تلك النسبة، مؤكدة أنها ستوزع قبل نهاية العام الحالي. لم ننتظر صدور الأمر، ولكن باشرنا بوضع الترتيبات الرئيسية لتوزيع نسبة 25%. نعمل اليوم إن شاء الله بجهود حثيثة مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، نعمل مع وزارة المالية إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة سيصدر الأمر. وزارة التخطيط كشفت أيضا أنها بصدد إطلاق مسح جديد للفقر في البلاد مع بداية العام 2013، مشيرة إلى أن المسوحات الأولية تشير إلى وجود انخفاض عن المسوحات السابقة. يفترض أننا بحلول عام 2013 سنطلق خطا وطنيا جديدا للفقر ونحدد على أساسه نسبة الفقر الجديدة، ولكن مع ذلك لدينا عدد من المسوح الأخرى القريبة من هذا المسح. ربما هناك إشارات بأن هناك انخفاض على نسبة الفقر بحيث لا تتجاوز حاليا 20%، ربما 18%. وكانت وزارة التخطيط قد أطلقت في العام 2009 نسبتها للفقر في العراق والتي بلغت 23%، بينما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد، وأن معدل البطالة بلغ 46%. سنان عدنان، السومرية.